أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة من وادي الدواسر: كلما أردت العمرة مع إخواني أنا وأحد إخوتي منعنا الوالد من ذلك من غير سبب، مع أن إخواني رجال صالحين إن شاء الله، ونحن على قدر كبير من الالتزام ولله الحمد، ولا يوجد سبب يمنعنا من العمرة، فما رأي فضيلتكم وهل من توجيه لوالدنا؟ أما عمرة الإسلام فليس لوالدكم الحق المنع منها مثل حجة الإسلام إذا وجد من محرم لكم وتوفرت الشروط. أما عمرة التطوع وحج التطوع فإن طاعة الوالد مقدمة على التنفل بالحج أو العمرة.